مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. هناك نشاط لرياح البوارح شرقا، وأيضا طقس مغبر شرق المملكة، وطقس شديد الحرارة عموما في معظم مناطق المملكة. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم مره اخرى. على الخرائط التي تمثل سرعه الرياح نلاحظ ان الرياح ستنشط في المناطق الغربيه من المملكه، كذلك في المناطق الشرقيه، وايضا في المناطق الشماليه الغربيه، لكن اكثر المناطق بيكون فيها نشاط في سرعه الرياح وبتكون ايضا مغبره ويتدنى مدى الرؤيه الافقيه هي المناطق الشرقية من المملكة وبعض المناطق الوسطى بشكل أقل. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة في الرياض أجواء حارة نسبيا، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 32 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، أجواء شديدة الحرارة، وفي الرياض العظمى المتوقعة يوم الأحد 45، بينما الصغرى 32، كذلك يوم الاثنين العظمى المتوقعة 45 والصغرى 32، ولا تغيير على الأحوال الجوية حتى يوم الثلاثاء، أجواء حارة، العظمى 45 والصغرى 32 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، أجواء حارة طبعا بشكل عام، سكاكا 41-28، عرعر 40-26، تبوك 40-27 درجة مئوية. المناطق الغربية أجواء حارة، المدينة المنورة 46-32، جدة 39-31، مكة المكرمة 45-32، والطائف 36-27 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، أجواء الباحة 30-23، أبها غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر 32-20، وجازان أجواء حارة 36-21 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أجواء مغبرة وأجواء حارة، درجة الحرارة في الدمام العظمى 43 والصغرى 31، حفر الباطن أجواء حارة ومغبرة 45-29، والإحساء 26-30 درجة مئوية، وأجواء حارة ومغبرة. ومنطقة الرياض والمناطق الوسطى أجواء حارة، حائل 41-27، بريدة 43-30، والرياض 45-32 درجة مئوية. مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم، ولكم أجمل تحية من طقس العرب.